اللي فيه. سلامة، ده بتستهبل يا سلامة بتستهبل. أنا آسف جدا يا مولاي، سموك ارتاح أنت وأنا هتصرف. طيب ماشي ارتاح. اتفضل سموك اتفضل. إيه يا أنجا؟ إيه يا أنجا؟ يا سلامة في يا سلامة؟ مزيكا تتاري في بيت السلطان تستقبلي؟ يا سلامة النهجان اللي أنا فيه ده مش على الفاضي يا سلامة. كفاية الغدا، جايب لي علبة كشري بثلاثة؟ إيه ده؟ كنت عايز علبة كشري بكام؟ علبة كشري بخمسة، ده ليه زيادة؟ لا أنا أجيب لك الحلة اضربي منها على طول بقى. ماشي. أنا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك أنتِ دوناً عن بقية الراقصات، يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومالية يعني؟ أنتِ مالية المسرح كله يا ماما. أنا مش فاهم يا أنجا، والله أنتِ كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس، أنا ما أعرفش. إيه اللي ممشيكي في الطريق ده يا أنجا؟ أنا ماشية في الطريق ده عشان الطريق التاني. أنا غلطان، أنا غلطان، امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعى الديكور. يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. إيه رأيك يا مولاي؟ لا أنت لا أنت اللي مولاي، أنا سلامة، أنت مولاي. أنت متعود على أدوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي، هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني، مصر بلد الأمن والأمان، مصر متأمنة من كل حتة. يا سلامة. أنا هشرح لهم، اتفضل أنت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا ان هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع ايه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع، هيقطعوهم هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقة 5 5000. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام، طب ولو التتار عدوا فرقة الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي، مولاي طبعا هيوقف لهم بسيف البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. وعلى انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان دائر. مولاي الحق مولاي، ابعدوا ما حدش هيخش مصر. ولا ملعوب ولا ملعوب. بقول لك ايه، ما استهبلش، في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار ابيض. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه، دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام، عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاه، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب. إيه؟ انت متاكد متاكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا. اجري من هنا، اجري من هنا يا مولاي يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلام، انت بقى حضرتك يعني تخلي بالك من العيال. أنا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال، وأنا كده كده هموت. بس أهم حاجة الختم ده بيثبت إن هم الورثة الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر حاضر يا مولاي. تمام؟ اتكل أنت معاهم. ماشي. مع السلامة. مع السلامة. بابا أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ أنا هقول لكم يا أولاد، أنا رايح أجيب الديب من ديله، بس على ما ألاقي له ديل وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل، رايح اجيب الدب من ديله بس على الله لاقيله.
مع السلامة عم فؤاد، مع السلامة. تعالوا يا أولاد، تعالوا ما تخافوش، أنا معاك، أنا معاكم مش هسيبكم أبدا لغاية ما التتار ييجوا ويمشوا من هنا، ما تقلقوش يا أولاد، تعالوا تعالوا. ها! إحنا التتار، إحنا الأشرار، بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا مشي، من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي، الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتلت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. الف شكر، مع السلامه. ربع ها نص ها كيلو. هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم 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 كده. يا سلامه سلمت يا بابا. سلامه خاين، سلامه قاتل. روح اتبع على الحيطان، اجري اجري. سلامه خاين، سلامه قاتل. يا دغور يا يا دغور يا، اتكل على الله. سلامة خايت روك. أنا بعمل كده يا أولاد عشان مصلحتكم، عشان محدش يعمل فيكم حاجة. معلش أنا معايا الختم بتاع أبوكم، أنا مضطر أعلمكم بيه عشان ما تتهوش يا أولاد. ما تخافوش ما تخافوش، أنا معاكم. هاتي إيدك يا جهاد. أوعى تقرب لها، أوعى تقرب لها. سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطة، اكتبها. يا سلامة إيدي. ما لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم يا. دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انت هتشتغلي جاريه. وانا يا سلامه، وانا انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري. هبيعكم يا اولاد، بس عينيا هتبقى عليكم، ما تقلقوش. جاريه للبيع، جاري للبيع، اي حاجه قديمه للبيع. جاريه للبيع، جاري للبيع، اي حاجه للبيع. يا عم يا بتاع الجواري. ايوه. لو سمحت تشتري الجاريه دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا انا ما بشتريش، انا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمم؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. اوب ابصر اوب. يلا يا محمود، يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك. تقلقش